السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب أولى إعدادي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن درس اسمه مقارنة وترتيب الأعداد النسبية. مقارنة وترتيب الأعداد النسبية. طيب يا شباب، النهاردة عاوزين يعني إيه مقارنة؟ نفهم الأول يعني إيه مقارنة. مقارنة يعني المفروض إن أنا هقارن ما بين الأعداد، أحط أكبر أصغر يساوي، هشوف الأعداد دي علاقتها ببعض عاملة إزاي. طيب أول حاجة لما ناخد المقارنة عاوزين ازاي نمثل العدد النسبي على خط الأعداد. طيب عشان أمثل العدد النسبي ده يا شباب على خط الأعداد، وليكن العدد 3/4، أنا بعمل إيه؟ إحنا كلنا عارفين خط الأعداد هو خط بيضم الأعداد كلها بيزيد ناحية اليمين ويقل ناحية الإيه؟ الشمال. يعني كل ما أروح أقصى اليمين يبقى معنى كده إن العدد هنا بيزيد، لو رحت ناحية الشمال يبقى العدد ده بيقل. طب مثلا ازاي نمثل العدد 3/4 على خط الاعداد؟ انا برسم خط الاعداد الاول عادي جدا. خط الاعداد اللي هو ايه؟ مثلا برسم 0 1 2 3 4، بعد كده بشوف هنا المقام كام عندي؟ المقام 4، فبقسم خط الاعداد كله على 4، اجي عند ال 3/4 واعمل علامه، اخلي العلامه دي تخينه شويه. طب افرض بقى هنا 3 على 5 مثلا، يبقى بدل ما اقسم بكتب برسم خط اعداد عادي جدا 0 1 2 3 4، بدل ما بخلي المقامات دي كلها 4، لا بخلي المقامات كلها كام؟ 5. يبقى ده بيبقى على حسب المقام. يعني دلوقتي لو عاوز امثل 3 2 على 9 او 7 على 9 او سالب 2 على 9، يبقى اي عدد من دول هرسم خط اعداد عادي جدا وادرجه بدقه باستخدام المسطره، هقول 0 1 2 3 4، سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4. بعد كده باجي اقسم خط الاعداد كله على المقام. المقام عندي مديهوني 4، هقسم على 4. مديهوني 9، يبقى انا هقسم على 9. ايا كان بقى المقام ده مفيش مشكله. طيب خلي بالكو 4 على 4 دي مثلا هي الواحد الصحيح، يبقى انا هنا كاني مسكت الخط بتاعي مطيته، عدت تقسيمه، بدل ما اقسمه كله سنتي عملته كله ربع ايه؟ سنتي. مقارنة بقى الأعداد النسبية يا شباب أنا هنا عندي عاوز أقارن ما بين كل الأعداد الآتية 5 على 12 و7 على 12. أنا أول حاجة لقيت المقامين دول شبه بعض، يعني معنى كده المفروض إن أقارن بين البسط عادي، يبقى أقول مين الأكبر، الخمسة ولا السبعة؟ هلاقي السبعة أكبر من الخمسة، يبقى إذن 5 على 12 هتبقى أقل من 7 على 12. طب هنا ربع وسالب 5 على 6، دايما طبيعي المفروض ان عارف ان العدد الموجب اكبر من اي عدد سالب، فبالتالي الربع اكبر من سالب 5 على 6. 10 على 12 و10 على 15، هنا يا شباب لقيت عندي البسطين بقى شبه بعض، يبقى انا هقارن ما بين المقامين بس بالعكس، يعني اللي مقامه صغير هو ده اللي هيبقى الكبير، يبقى هقول ان 10 على 12 هتبقى اكبر من 10 على 15. طب 6 على 12 و2 على 3، انا المفروض هاخد الاول ال 6 على 12 دي ابسطها، هقسم على 6 هتطلع بتساوي نص. طب انا بعد كده بقى عندي النص والاتنين على التلاتة، عاوز اجنس الاتنين والتلاتة دول. يعني ايه اجنسهم؟ يعني اوحد المقامات، اخلي المقامات دي شبه بعض. طب اخلي المقامات شبه بعض ازاي يا مستر؟ هقول الاتنين والتلاتة الميم ميم الف بتاعهم هيطلع 6. يعني ايه ميم ميم الف؟ يعني اصغر عدد بيقبل اسم عليهم هما الاتنين، فبخلي المقام عندي هنا كام؟ بخلي المقام هنا عندي 6. هقسم 6 على الاتنين، بقسم المقام على المقام فيها التلاتة، 3 في 1 ب3، بعد كده هقسم 6 على 3 فيها الاتنين، 2 في 2 تطلع ب4، بقى عندي 3 على 6 و4 على 6. مين الأكبر؟ طبعًا 4 على 6، يبقى هنا هستنتج على طول إن الاتنين على التلاتة دي أكبر من 6 على 12، يعني هحط هنا علامة أقل من. مثال 5 يا شباب، يبقى مع أنا عندي هنا 3.2 و10 على الاتنين. 3.2 يا شباب المفروض إن أنا هخليها 32 على 10، وبعد كده هبتدي أجنس. يبقى الميم ميم الف بتاع العشرة والاتنين، هلاقيت ان العشرة بتقبل الاسم على الاتنين، يبقى الميم ميم الف بتاعهم هيطلع بيساوي 10. وبعدين هخلي دي زي ما هي 32 على 10. بالنسبة بقى للكسر التاني هقسم 10 على الاتنين بتساوي 5، 5 في 10
ب50، يعني بقسم المقام على المقام والناتج اضربه في البسط. بقى عندي هنا 32 على 10 و50 على 10. طب يا مستر يبقى مين الاكبر؟ اكيد 50 على 10، يبقى معنى كده ان 10 على 2 هتكون اكبر من 3.2 من 10. يبقى هنا لازم نوصل لمنطق معين يا شباب. بقى انا لو عندي كسر عشري وكسر اعتيادي، لاما الاعتيادي ده احوله لعشري، لاما العشري احوله للاعتيادي. يعني دي ممكن تطلع 5 من تطلع 10 على 2 بتساوي 5، فبالتالي الخمسة اكبر من 3.2 من 10. ده ممكن اعملها على طول، وممكن امسكها جنسها زي ما احنا عملنا. يبقى انت هنا قدامك ان انت ده حاجه براحتك، هل انت عاوز تحول العشري لاعتيادي او الاعتيادي العشري، دي حاجه تكون براحتك. مثال تاني يا شباب، عندي 23% و 3 على 8. طب 23% دي انا ممكن اخليها 23 على 100، وهنا 3 على 8. 23 على 100 دي ممكن اخليها 23 من 100، واحول ده اللي برضه الكسر عشري، هيطلع 375 من 1000. يعني دي 230 من 1000 ودي 375 من 1000، يبقى الطبيعي التلات اتمان هتبقى اكبر. او ممكن حد تاني يقول لي لا يا مستر، انا هجيب ميم ميم الف للمقامين دول اللي هو هيطلع بيساوي 200، هبتدي اجنس على ال 200. يعني هقول 200 على 100 بتساوي 2، 2 في 23 بتساوي 26، وبعد كده هقول 200 على ال 8 والناتج هضربه في 3 هتطلع بتساوي 525، 250 في 3 تطلع 750. 200 على 8 والناتج هضربه في 3، يبقى بقى هنا عندي 26 و75، يبقى طبيعي التلات اتمان هتبقى اكبر من 23 في الايه؟ في المية. تدريب ليكوا يا شباب بقى. اول تدريب 7 على 5 و4 على 5، يبقى انا الطبيعي عندي 7 على 5 اكبر من 4 على 5. سالب 3 ارباع وسالب 2 على 4، يبقى اكيد السالب 2 اكبر من سالب 3، بقى انا احط علامة اقل. رقم 3 الخمس والسدس، انا لقيت البسطين شبه بعض، يبقى اللي مقامه صغير ده هو الايه؟ الكبير. 3 على 6 و2 على 3، هنا لا المقامين شبه بعض ولا البسطين شبه بعض، يبقى هجنس. بس انا هنا هعلمك بقى طريقة جديدة، انا بعمل مقص، بضرب 3 في 3 تطلع هنا ب 9 و2 في 6 ب 12، يبقى مين الاكبر، التسعة ولا ال 12؟ يبقى اكيد الايه؟ ال 12، يبقى احط علامة اقل. 4 على 10 و14 على 35، ممكن اجنس، ممكن اضرب زي ما قلنا مقص براحتك. القيمه المطلقه لسالب 10 على 15، يبقى المفروض ان انا هطلعها تطلع 10 على 15، ما انساش احطها في ابسط صوره قبل ما اقارن. طبعا لو حطيتها في ابسط صوره هتطلع 2 على 3، فيطلع هنا علاقه تساوي. عاوز ارتب تصاعديا سالب 2 على 3 وتلات ارباع وسالب 7 على 12 وخمسة على 6 وسالب 1. طب انا عشان ارتب تصاعديا يبقى المفروض ارتب السالب الاول، يبقى انا اول خطوة هاخدها هاخد الاعداد السالبة اجنسها، وميم ميم الف بتاع المقامات دي هو 12، لان ال 12 تبقى الاسم على كل المقامات، فبالتالي هيطلع هنا هقسم 12 على 3 بتساوي 4، 2 في 4 ب 8، 12 على 12 فيها الواحد، 1 في 7 ب 7، هنا كأن المقام واحد، يعني دي هتطلع سالب 12 على 12. وبعد كده هاخد الاعداد الموجبة هجنسها برضو، المقام بتاعها هجنسه مع ال 12 ال 4 وال 6، ما لقيتش ال 6 ما تبقاش قسمة على ال 4، فهجيب مضاعفات العدد 4، هجيب 6 في 2 ب 12 وابتدي اجنس على ال 12، او ال 12 على ال 4 بتساوي 3، 3 في 3 ب 9، 12 على ال 6 فيها ال 2، 2 في 5 بكام؟ ب 10. يبقى معنى كده ان انا عاوز ارتب بقى، يبقى اول حاجه 12 على سالب 12 على 12، سالب 8 على 12، سالب 7 على 12، 9 على 12، وبعد كده ال 10 على ال 12. هرجعهم بقى لاصلهم، دي سالب 12 على 12 شكلها اصلها سالب 1، سالب 8 على 12 اصلها سالب 2 على 3، سالب 7 على 12 اصلها سالب 7 على 12 زي ما هي، 9 على 12 اصلها 3 ارباع، 10 على 12 5 على 6. وكده انا ابقى رتبتهم تصاعديا. عاوز تنازليا طبعا هكتبهم بالعكس.
تدريب يا شباب ليكو، يقول لك رتب دول 3 على 4 وسالب 5 على 6 وسالب 7 على 12 و2 على 3، عاوز ارتبهم تنازليا. طب هنا يبقى انا المفروض هاخد السالب اجنسه الاول والموجب اجنسه، وبعد كده هرتب من الكبير للصغير، يعني هرتب الموجب وبعد كده هرتب السالب من الكبير للصغير. طب هنتكلم في موضوع تاني بقى اسمه كثافة الاعداد النسبية. معنى كلمة كثافة الأعداد النسبية إن بين أي عددين نسبيين ممكن أجيب عدد لا نهائي من الأعداد النسبية. يعني مثلا لو أنا عندي هنا عاوز أجيب 4 أعداد نسبية ما بين النص والخمسة على السبعة، يبقى همسك النص والخمسة على السبعة هجنسهم على الـ14 عشان ده الميم ميم ألف بتاعهم. فهقول كده 14، هقول 14 على الاتنين بتساوي 7، 7 في 1 ب7، و14 على 7 فيها 2، 2 في 5 ب10. بعد كده انا لقيت بينهم بين السبعه والعشره في عددين، وانا عاوز عددين تاني، يعني بينهم الثمانيه والتسعه، عاوز عددين تاني، هضرب البسط والمقام هنا في كام؟ في 2. هتبقى بتساوي دول هيطلعوا 14 على ال 28 و20 على ال 28. يبقى الاعداد المحصوره ما بينهم هي ايه بقى؟ عندي 15 على 28 و16 على 28 و17 على 28 و18 على 28. طب يا مستر انا شرط اضرب في 2؟ لا، انت بتشوف العدد اللي هو عاوزه تضرب في اكتر منه بواحد، ممكن تضرب في 10، ممكن تضرب في اي عدد، المهم تجيب لي بينهم 4 اعداد، عاوز 5، عاوز 6، ممكن اجيب اي عدد منهم، ممكن اضرب في 10 واخد اي 4 اعداد محصوره بينهم، مش شرط ان انا اضرب في 2 يعني. تدريب ليكو مديلكو شوية أعداد وعاوزكو تجيبوا أعداد، 3 أعداد محصورة بينهم، 3 أعداد نسبية محصورة بينهم. فمثلا التلت والنص، يبقى أنا المفروض هجنس وهضرب البسط والمقام بتاع كل عدد نسبي في 2 في 3 في 4 في 5 لغاية ما أوصل للأعداد اللي أنا عاوزها أو أكتر. طبعا هنا 3 من 10 و3 على 5، انا بقى ممكن احول ده لكسر اعتيادي، هتبقى 3 على 10 وابتدي اجنس وامشي نفس السكه. الصفر والتلاتة هقسم هنا على المقام على 1، وهنا المقام بتاعي هيكون 1، وبعد كده برضو هجنس او هكبر الكسر وابتدي اجيب اي اعداد نسبيه انت عاوزها محصوره ايه بينهم.